نتحدث عن حقوق الزوجة. أول حق من حقها المهر، قال لهن مهر أكثرهن بركة، لكن لا حق. أيضا من الحقوق النفقة، أنت واجب تنفق عليه، النفقة اللي عليه لها أعظم من النفقة على الفقراء والمحتاجين. بودكاست البيان، حياكم الله في سكن وسكينة، معكم يوسف الحمادي. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام، مع برنامج سكن وسكينة، هذا البرنامج لتعزيز الوعي الأسري عند الشباب. البرنامج بالتعاون والتنسيق والمشاركة بين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وصحيفة البيان في مؤسسة دبي للإعلام سكن وسكينة. اليوم نتحدث عن حقوق الزوجة. حياك الله أبو حامد. الله يحييك يا أبو غانم. الله يبارك فيك أبو حامد. دكتوراه عندك في في في, في الزوجة، ولا أقصد في في الإطار في هذا الموضوع؟ في التحكيم بين الزوجين القانوني الإماراتي والمغربي في الفقه المالكي. سبحان الله، في التخصص يعني ما شاء الله. نعم، أنا أعتقدت يعني في الفقه وفي الأصول أو شيء من هذا. تدخل فيها فقه طبعًا. نعم ما شاء الله. لكن هو الأصول الفقه طبعًا. نعم. لكن الرسالة التحكيم بين الزوجين. ما شاء الله. أبو حامد الآن يقولون وايد تتكلمون عن حقوق الزوج وهذا أعتقد صحيح، لأن أخذنا سنين طويلة نتحدث عن حقوق الزوج بصوت عالي. نريد الآن حقوق الزوجة، ليس ذنب الإسلام طبعا، ليس ذنب الشريعة، هو ذنبنا إحنا ربما الذين أبرزنا حقوق الزوج أكثر من حقوق الزوجة. أترك لك الحديث أبو حامد عن حقوق الزوجة، و أرجو أن لا يكون هناك إيحاء في موضوع حقوق الزوجة أن الآن بتعاند بتحط رأسها برأس الريال. الكلمة هذه بعد بدت تطلع أبو حامد. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أول الحق من حقها المهر، هذا البهر سماه الله سبحانه وتعالى، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، لها حق في المهر. طبعا حد نتكلم عن المهر، لكن الحين بعضهم جزء خلاه مقدم خلاه مؤخر، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر، فيجوز لها أن تمنع نفسها إذا ما استلمت مهرها. هذا حق من حقوقها، تأخذ مهرها قبل لا تدخل الرجل يدخل عليها. ليش أنا أقول لك شيء أبو غانم؟ أنا عندي قضايا 10 سنوات 20 سنة ما أعطنا مهرها، تقول يا شيخ ما أعطاني مهري بعد. هذا أولا بي يوم القيامة حرامي سراق آثم مرتكب حرام لأنه ما أعطاها حقها في ذمته. إذا مات روحه معلكها، وين دينها؟ أعطى دينها، أعطى حقها. هذه الزوجة لها لها المهر اللي حددها الله سبحانه وتعالى، لكن المهر يكون أقلهن مهر أكثرهن بركة، لكن لها حق. الله شاء يجعلها نفقة، فهذا حق من حقوقها أن تأخذه. ايضا من الحقوق النفقه. انت تعرف ابو غانم، قرات قول بعض اهل العلم قالوا اول مسكينه تحت يد الرجل هي الزوجه. ليش؟ منو مسؤول عنها؟ ريال الزوج، لا ابوها ولا اخوها ولا اهلها، انت مسؤول عنها، انت واجب تنفق عليه، النفقه اللي عليه لها اعظم من النفقه على الفقراء والمحتاجين. بعد بيون عيال، حتى قال أحد السلف لبكاء ابني بين يدي يطلب خبزة خير لي من أن أتصدق بمئة صاع. تخيل 100 صاع، هذه الزوجة قبل العيال، قبل العيال لها حق تنفق عليها، هذا حق من حقوقها. طيب شو نقصد نحن بالنفقة؟ ما بقصد نفقة راتب شهري، هذا إحسان كرم من الزوج إذا سواله راتب شهري، هذا كريم وهذا محسن. لكن المقصود بالنفقة الشرعية اكفيها، عيشها، لبسها، طببها، اهتم بحاجياتها. حلو يوم تعطيها بعد مصروف شهري، هذا كريم يفعله والله، لأن البنت الحرمة تحتاج لفلوس في جيبها، تصدق تبغى تشتري أشياء ما تبغى تقولك إياه، تبغى تفاجئك، تبغى تتعدلك، ما عندها فلوس كيف تتعدلك؟ أنا واحد اشتكى لي ما تتعدل ما تتكشخ، يوم سألته قالت هذا بخيل، ما عليك من عيار وبخيل ما يعطيني ولا فلس، يقول كيف أتعدل له. نعم أبو حامد، ذكرنا المهر وذكرنا النفقة، بس في موضوع المهر شوية، هل موضوع أن في ناس يعني مهرهم
يدفعون مهر قليل والبنت ترضى. هل هذا مثاليات ولا موجود؟ مر عليك شيء مثل هذا أن الناس يدفعون قليل أو دراهم معدودة؟ واقع هذا ولا مثاليات؟ لا وايد موجود. أنا عندي بعض الجنسيات ما يسألون عن المهر، لكن قلت له هذا حق، يعني أقل شيء 100 درهم فيأخذون. وأكثر اللي عن القضايا الزواجات اللي عندي إذا مسلمة جديدة توه حتى ما تسأل عن المهر، قلت لها إنها في الإسلام لازم مهر، تقول خلاص أنت حط اللي بتحطي 100 درهم أحيانا 500 درهم، لكن في مهور بعد عندي مليون، عندي 500 ألف، موجود هذا. نعم، إذا تكلمنا أبو حامد عن موضوع حقها في المهر والنفقة، طيب حقوق أخرى للزوجة؟ زين، قلنا النفقة أن يكفيها. أيضا من حقوق هذه الزوجة السكن، لها حق أنك سكنها، مو بس سكنها في مكان خرابة توديها أنت راعي بال، تصعدها في الإبل تسكنها هناك مكان مظلم ووحش. كبرت العائلة بعدهم في غرفة واحدة، تقولي خمسة، نحن خمسة على كرفاية واحدة نرقد، تخيل لدرجة يعني. وفوق كل هذا إذا صار الحق الشرعي العيال ممكن حد يطلع على هذا الأمر، على هذا السر، على هذا العيب، فلها حق السكن الشرعي الملائم. المرأة لها حق مدام عندها عيال، لها حق، هذا حق من حقوقها، ما يجوز ضيق عليه إذا الله وسع عليك. نعم. وسع على أهلك. طيب محمد، إذا قالت ما بسكن لا بيت أهلي ولا بيت أهلك، يعني رفضت الزوجة السكن في البيتين، لها حق أن تستقل في بيت بروحها، لها حق طالب، لكن هذه ترجع لحياتهم، هي تشوف ظروفها ويشوف ظروفها. أحيانا هي الزوج تشوف تقول والله أنا أحسن لي أسكن يا أهله في البداية عشان يتعلم شوية، أساس أن أول حمل هي تعرف كذا، عقب تستقل. في بعض الزوجات كذي عندها تقول ما أبغي أسكن بروحي، أنا أبغي أسكن عند أهله، تحب الجمع وتحب الكذا. حتى بعض الأزواج قال لي أنا والله ما أحب أني أسكن بروحي، أحب دائما على السفرة متجمعين وكذا، لكن حق من حقوقه. أقول لك حق من حقوقه، والله أعلم يا أبو غانم، أن تطلب سكن. نعم، الآن قلنا المهر والنفقة والسكن. موضوع النفقة أبو حامد، في موضوع يعطيها مصروف شهري ما يعطيها مصروف شهري، يعطيها مصروف شهري وهي تشتغل أو هي ما تشتغل، لك يعني توجيه معين في هذا الموضوع، موضوع النفقة وإعطاء كل شهر؟ شوفوا، هي لها نفقة سواء تشتغل ما تشتغل، نفقة البيت والزوجة على الزوج شرعا، غنية كانت ولا فقيرة ما ينظر إلى مالها إلى راتبها. لكن في شيء يسمونه تكافل اجتماعي بين الزوجين، ها صح ولا لا يا أبو غانم؟ إذا زوج مقتدرة، بس أنا ما أنصح الزوجة لتشيل مسؤولية البيت لأن هي غنية أكثر، تخليه اتكالي، تخليه يعتمد عليها عقب ما ينفق، عوديه. بعض الزوجات هي موظفة، لكن تخليه ويعطيها شهرية عشان يتعود على هالشيء، لكن ما في مانع مساعد زوجها، لكن النفقة على الزوج لو كانت غنية، لو كان عندها راتب هو عليه، لكن هي من باب الإحسان والإكرام تساعد زوجها، يتفقون ترى أنا بنفق البيت، أنا ما بعطي الشهريين لكن أنا بتولى البيت، خلاص يصير اتفاق بينهم وراضين وماشين. لكن مو بدي هي تدفع الأجار وهي تدفع الراشن وهي تدفع مدارس العيال وهي تسوي، هو ما شيء، ما يسوي شيء، ما حلو. وحالة ما تشتغل أبو حامد، حالة إذا هي ما تشتغل، تأيد هذا موضوع الشهري ولا؟ والله أنا أيد، أنا يعني من وجهة خبرتي أنا أيد على حسب قدر واستطاعة الزوج. أنا قلت لك بغانب البنت الزوجة تبغى شيء في جيبها، والله أنت يوم شيء في جيبك ما تستانس، يوم جيبك خالي تكون مهموم، صح؟ مضايج. الزوجة تبغى تشتري، تبغى تصير تفاجئ الزوج، تتعدل، تبغى تصدق، وتساعد أهلها فقراء. إذا الزوج غني مقتدر يقدر هذا المصروف الشهري، حتى القانون يحدد له النفقة. نعم، يحكم على الزوج بأثر رجعي. نعم أبو حامد، أبغى أتكلم عن موضوع التعليم وحق التعليم بالنسبة للزوجة، حق التعليم للزوجة، هل تشوف عائق هي نفسها في الدكتوراه، نفسها في الماجستير، تكمل البكالوريوس يمكن، هل تشوف هذا حق من حقوقها أصيلة وممكن أنها توقف زواجها في مقابل أنها تبغى تكمل دراستها؟ أنا ما أنصح توقف زواجها عشان تكمل دراستها،
لكن القانون يكفل لها التعليم طبعا، ما يقدر يعني يطلعها من التعليم ولا يمنعها من العمل، القانون يضمن لها الآن. لكن أنا ما أنصح تقدم الشهادة والتعليم على الزواج. الزواج بركة، الزواج خير، الزواج عفة طهارة. البنت غير، البنت كل ما تكبر شوية غير عن الرجل. الرجل مهما كبر بعده مرغوب، المرأة مرغوبة لكن وضعها غير شوي في اختلاف، صح ولا لا؟ فمجرد ما يجي الخاطر، مجرد ما يجي الخاطر وخلصت الدراسة ومهيئة على طول، لا تأجل. في حقوق أخرى تحب تذكرها وتشوفها مهمة للزوجة وقد تكون مضيعة دكتور؟ حسن المعاملة والعشرة. نحن الحين نتكلم عن حق الزوج. الزوجة نعم. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. العلماء قالوا ليش الله قدم الإمساك؟ هاي لطيفة جميلة. قالوا لأنه أحب إليه من التسريح. فإمساك بمعروف يعني امسكها بالمعروف، مو بتمسكها تنتقم منها أو أنك معلقنها ما بتطلقها وأنت ملعوزنها في المحاكم غيرها. يا تمسكها بالمعروف يا تسرحها بالمعروف، لا تسوي عداوة بينكم بينها. إذا ما توافقتوا في الحياة انتهت حياتكم، كونوا عشان عيالكم، عيشوا عشان عيالكم، لا تنتقمون بعضكم البعض. أخلاق، خلي أخلاقك هي تتكلم قدام الناس فلان والنعم فيه. فالمعاشرة بالمعروف هذه من أعظم الحقوق لهذه الزوج. حتى بعض العلماء قالوا إمساك بالمعروف أن لا يعبس في وجه زوجته، لأن بعض الأزواج بغانم عبوس مكشر ثقيل الطبع بطيء الرضا سريع الغضب شديد الانفعال، إن تكلم فأحمق وإن تصرف فأخرق، يكشر ويزمجر، ما عندي يا مرحميني. لا أزيدك بعد مشعر بيت، كثير السهرات والسمرات والسفرات بدونها. نعم محمد، طبعا موضوع أن هي راسها براسي، هذه الكلمة لمجرد أن الزوجة تريد أن تتناقش معه أو أن ما تطيع مباشرة شوية تبغي تفهم، فهو يبدأ الزوج يقول لا الحين بدأت تحط راسها براسي وبدأت تتعاند وبدأت تقول مثلنا مثل بعض ومن الكلمات هذه. هو الحلو أبو غانم أنت يوم تعرف الشيء قبل تنفذه، أنت حتى بعض الأدعية بعض الأذكار يوم ما تعرف معاني ما تتلذذ صح، لكن يوم تعرف شو يعني اللهم نعوذك من جهد البلاء، يعني المرض اللي يهلك المصيب البلاء، فأنت يوم تعرف المعنى تدعي وأنت مرتاح. فهم زوجتك هذا الحق شو يعني، يا فلانة ترى هذا الحق، إذا ما أعطيتيني الملائكة العنج، أنا لمصلحتك. أنا أعرف واحدة من الزوجات ما ترقد إذا زوجها زعلان عليها، هي السبب يعني تراضي لازم ولا ما تحط راسها ترقد. فأنت يوم تعرف المعنى تفهمها تبين لها إياه بتعيش وياك هي مستانسة، لأن يوم نعرف المعاني نعيش نحن بأخلاقنا بمعانينا بتربيتنا اللي تربينا فيها في البيت. نعم. موضوع الذمة المالية المستقلة دكتور، يعني الحرمة تشتغل الآن، في كثيرين يقولون لك تراها تشتغل، تقول مثلا تطلب طلبات فيقول تراها تشتغل. قضية الذمة المالية هل هو أيضا حق صرف للزوجة؟ ما يدخل فيه الزوج بيغوا يبنون بيت بغوا يشترون سيارة؟ هذه فيها تعاون فيها تكافل اجتماعي، لكن مو بإجبر، ما تجبر، ما في إجبار، ما يقدر الزوج يجبر زوجته لازم تحطين غصبا عليك ويهددها بالطلاق، ما له حق. لكن نحن نقول من باب حسن العشرة يا أبو غانم، من باب حسن العشرة، حسن العشرة أكرمكم الأهل، مو بس الزوج للزوج، الزوج للزوج إذا كانت غنية. لكن يوم بتساعد إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورة، بس نصيحتي خلي إيصالات. ليش أقول لك أبو غانم؟ أختمها وياك. في وحدة حطت 500,000 وطلقها وراغها. حطي اكتبوا اكتبوا بينكم، هاي حياة. نعم نعم. لكن النية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة. يعني أبو حامد حطت زين. العفو منك، يعني حطت 500,000 تقصد كتبتها باسمه مش يعني مؤخر مهر أو شيء؟ لا هي قامت تدفع حق المقاول، هي تدفع. نعم للبيت. ايوه نعم. هو دفع شيء قليل. الله. اخر شيء في النهايه يوم صارت مشاكل بينهم. نعم. طلعت من المولد بلا حمص وراح البيت باسمه. الله يحفظك يا ابو حامد. تحب تختم بشيء؟ انا اختم اقول التعاون جميل،
تعاوني وياه، ساعدي زوجك، هذا أقرب الناس لك، لو كان فقير لا تتمنين عليه، ولكن إذا ساعدتي بعد حطي سندات عندك، حطيه كفلي عليهم في التجوري. نعم الله يبارك فيك، شكرا أبو حامد، شكرا مشاهدينا. في البيت ها؟ نعم تجوري في البيت أقصد يعني إيصالات البناء. نعم الإيصالات حطت في البيت يعني كبناء نعم. أو غير أو تجارا بينهم. نعم لأن آية المداينة آية أطول آية في القرآن، ومع ذلك إحنا من باب الاستحياء ما نكتب. وإني لكم لناصح أمين، اكتبوا حطوا سندات. شكرا أبو حامد، شكرا مشاهدي الكرام، كنا مع حلقة من حلقات برنامج سكن وسكينة، اليوم تحدثنا شيء من حقوق الزوجة، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى.